السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف السادس الابتدائي. اليوم سنتعرف على درس جديد دروس الجغرافيا بعنوان سكان البيئة الزراعية. سنتعرف في هذا الدرس على أربع عناصر. أولا توزيع السكان، خصائص السكان. ثانيا وثالثا بعض المشكلات السكانية وجهود الدولة لحلها. أولا توزيع السكان في السرعة. كل مصر عمل تعداد سكاني، وتعداد سكاني يعني حصر عدد السكان. عام 2006 وصل عدد السكان ل 72% و 72.1 مليون نسمة. تم توزيعهم كالآتي: الريف نسبة 41 مليون في البيئة الزراعية الفردية اللي اتكلمنا عنها في الدرس السابق، والحضر 31 مليون نسمة وهي المدن الحضرية زي القاهرة والإسكندرية والسويس. نلاحظ ان الزياده السكانيه في الريف اعلى من الزياده السكانيه في الحضر. يبقى لاحظ ان معدل الزياده السكانيه في الريف اعلى من معدلها في المناطق الحضريه. والسبب اولا تعدد الزوجات كثره الانجاب والزواج المبكر. يبقى اول نقطه عندنا هو التوزيع السكان. تعرف ان عدد السكان بلغ في 2006 72.8 مليون نسمه. تعرفنا ان تم تقسيمهم الريف 41 والحضر 31. نلاحظ ان معدل السكان في الريف اعلى من معدل السكان في الحضر بسبب كثره الانجاب وعدد الزوجات والزواج المبكر. مناطق تركز سكان البيئه الزراعيه. توضح خريطه مناطق تركز السكان. تركز السكان من كل المناطق الزراعه الفرديه زي فرع الرشيد والمنار وادي النيل وحوض الفيوم. يبقى تركز سكان البيئه الزراعيه في مناطق الزراعه المرويه اللي هي الدلتا ووادي ومحوض الفيوم. بينما كل سكان البيئه الزراعيه في المناطق الصحراويه بسبب ايه؟ لان تربه البيئه الصحراويه تربه رمليه صفراء. كل جوده التربه ادت الى كل السكان او تركز السكان في الصحراء. يبقى تركز سكان البيئه الزراعيه في مناطق الزراعه المرويه الدلتا ومحافظة الفيوم والوادي وكل في المناطق الصحراء. يوجد سكان البيئة الزراعية في الوجه البحري الدلتا والوجه القطبي وادي النيل ومحافظة الفيوم. نبدأ أولا من منطقة الدلتا الوجه البحري. تعد الدلتا من منطقة تركز السكان ليه؟ لأن يوجد محافظاتها أكبر عدد من السكان في مصر. يفرض واضح ان الدلتا يوجد في محافظاتها اكبر عدد سكان في غالب منطقه تركز السكان. ونتيجه تركز السكان ادى لبناء الزحف العمراني على الارض الزراعيه وتراجعت مساحه الارض الزراعيه في الدلتا. بما تفسر تراجع مساحه الارض الزراعيه في الدلتا بسبب كثره السكان والزحف العمراني. المنطقه الثانيه هي الوجه القبلي وادي النيل ومحافظه الفيوم. وادي النيل ومحافظه الفيوم يقل عدد السكان في الوادي عن الدلتا بسبب ضيق مساحه الاراضي الزراعيه في الوادي. يبقى لو كل عدد السكان في الوادي بسبب ضيق مساحه الاراضي الزراعيه، يبقى مساحه الاراضي الزراعيه في الدلتا قلت بسبب الزحف العمراني، بينما الوادي فعليا هي غير او قليله، فادى ذلك الى قله عدد السكان في الوادي. يبقى الدلتا منطقه تركز سكاني، بينما الوادي ومحافظه الفيوم يقل عدد السكان بسبب ضيق مساحه الاراضي الزراعيه. النقطة الثانية هي خصائص البيئة الزراعية. اتكلمنا عن توزيع البيئة سكان البيئة الزراعية، عرفنا منطقة تركز المناطق كلها، عرفنا منطقة الوجه البحري الدلتا بعيد من منطقة تركز السكان، بينما الوادي يقل في عدد السكان بسبب ضيق مساحة الأراضي الزراعية. ثانيا خصائص البيئة الزراعية. نبدأ أولا بالخصائص الاجتماعية. سكان البيئة الزراعية لهم أعداد إيجابية وأعداد سلبية. نبدأ بالأعداد الإيجابية. العادات الإيجابية مثل أول حاجة احترام الكبير، ثانيا التصور فيما بينهم، ثالثا التعاون، وأخيرا التمسك بالأراضي الزراعية. يبقى العادات الإيجابية سكان البيئة الزراعية احترام الكبير، التصور فيما بينهم، التعاون، التمسك بالأراضي الزراعية. بينما العادات السلبية الزواج المبكر للناس مما يؤثر على صحة المرأة،
حرصت على انجاب عدد كبير من الاطفال وخاصه الذكور لمساعده الاباء في العمل، تفضيل الصدور عن الاناث، واخيرا عمل الاطفال في ازرع. يبقى اولا الخصائص الاجتماعيه تعرفنا على عادات ايجابيه وعادات سلبيه. ثانيا الخصائص التعليميه. الخصائص التعليميه بتزيد نسبه الاميه في الريف عن المدن بسبب عمل الاطفال في الزراعه. يبقى الخصائص التعليميه تزداد نسبه الاميه في الريف مقارنه بالمدن. نسبه الاميه في الريف 50% ولكن بدات تقل تدريجيا بسبب وجود الدوله لحل مشكله الاميه. وما المقصود بالاميه؟ عدم معرفه القراءه والكتابه. فوجود الدوله اولا تهتم بالتعليم للاطفال بدل العمل في الزراعه، وثانيا زادت اعداد المدارس في الريف فادت الى قل نسبه الاميه تدريجيا في الريف. واخيرا الخصائص الاقتصاديه. يعاني سكان البيئه الزراعيه من اولا انتشار البطاله. مشكله البيئه الزراعيه مشكله سكان البيئه الزراعيه للبطاله. والبطاله هم افراد في سن العمل ولا يعملون. طبعا نتيجه انتشار البطاله ادى انخفاض دخل الفرد منخفض ادى انخفاض مستوى المعيشه. يبقى المشكله الاقتصاديه التي يعاني منها سكان البيئه الزراعيه انتشار البطاله. ما المقصود بالبطاله؟ هم افراد في سن العمل ولا يعملون. ثانيا انخفاض مستوى دخل الفرد. واخيرا انخفاض مستوى المعيشه. ونتيجه انخفاض او المشكلات التي يعاني منها سكان البيئه الزراعيه لجأ كثير من الشباب للهجرة، والهجرة هي انتقال الفرد من مكان لآخر، سواء داخل الدولة تسمى هجرة داخلية، وخارج الدولة تسمى هجرة خارجية. يبقى إيه ترتب على المشكلة الاقتصادية اللي بتعاني منها سكان البيئة الزراعية كالبطالة وانخفاض مستوى المعيشة وانخفاض الدخل؟ لجأ كثير من الشباب للهجرة سواء داخل الدولة أو خارجها. ما النتائج المترتبة على الهجرة من الريف للمدن؟ أو ما النتائج على الهجرة الداخلية؟ أدت الهجرة الداخلية أولاً إلى تناقص العميل في نشاط الزراعة، ترك العمل في الزراعة والبحث عن فرص عمل أخرى. ثانياً زادت نسبة الذكور في المدن، احنا قلنا إن لجأ كثير من الشباب خاصة الذكور للهجرة. ثالثاً ظهور العشوائيات. بصورة واضحة العشوائيات هي مناطق بنية دون تخطيط للدولة تتبنى فيها الخدمات، كل الخدمات الصحية والتعليمية. دي ظهرت نتيجة الهجرة من الريف إلى المدن. وأخيرا من نتائج الهجرة هي ارتفاع نسبة الذكور في المدن أو زيادة أعداد كبيرة من سكان المدن. يبقى نتائج الهجرة الداخلية أو نتائج الهجرة من الريف للمدن تناقص نسبة العميل والنشاط الزراعي، زيادة كبيرة في أعداد سكان المدن، ظهور العشوائيات. وما المقصود بالعشوائيات؟ هي مناطق بنيت دون تخطيط للدولة تقل فيها الخدمات الصحية والتعليمية. واخيرا ارتفاع نسبه الذكور ان لجا كثير من الشباب وخاصه الذكور الهجره من الريف الى المدن. يبقى اول عنصر كان عنه هو توزيع السكان. عرفنا ان الدلتا منطقه تراكم السكان ولكن بسبب الانسان ادى الى تراجع مساحه الدلتا. عرفنا ان الوادي يقل في عدد السكان بسبب ضيق مساحه الوادي. عرفنا عن الخصائص الاجتماعيه مقارنه بالعادات الايجابيه والسلبيه لسكان البيئه الزراعيه. عرفنا ان تزداد نسبه الاميه في الريف ولكن بسبب جهود الدوله ادت الى كل نسبه الاميه تدريجيا. تعرفنا ان سكان البيئه الزراعيه بيعانوا من مشاكل اقتصاديه زي انتشار البطاله، زي انخفاض دخل المستوى الفرد وانخفاض مستوى المعيشه. تعرفنا عن نتائج الهجره الداخليه. العنصر الاخير ثالثا المشكلات السكانيه للبيئه الزراعيه. ما هي المشكلات السكانيه للبيئه الزراعيه؟ اول مشكله البطاله وهي افراد في سن العمل ولا يعملون. تاني مشكله هي الاميه، عدم معرفه القراءه والكتابه. المشكله الثالثه هي مشكلات صحيه، تلوث المياه وانتشار الامراض. المشكله الاخيره هي تهجير سكان النوبه بعد ان غمرت بحيره مصر اراضي وقرى سكان النوبه. يبقى مشكلات البيئه او مشكلات السكانيه في البيئه الزراعيه اربع مشكلات. البطاله، وجود الدوله لحدها الدوله بدات تعمل جمعيات تعاونيه تقدم قروض للفلاحين لزياده شراء الزهور وزياده الدخل. مما ادى طبعا لارتفاع مستوى المعيشه والدخل الفرد. ثانيا لحل مشكله البطاله اتاحت فرص عمل للخريجين عن طريق انشاء مشاريع صغيره متوسطه للشباب. الاميه هي عدم معرفه القراءه والكتابه. وجود الدوله لحل مشكله الاميه تقوم الدوله اول حاجه بانشاء مدارس للتعليم للاطفال في الريف. وثانيا مدارس او مراكز تعليم الكبار. طبعا تعليم الكبار القراءه والكتابه.
التاني. مشكله سلسه مشكلات صحيه بس انتشار الامراض. فبما تفسر انتشار المشكلات الصحيه في البيئه الزراعيه بسبب طبعا استخدام المياه الملوثه من الترع والمصادر. قامت الدوله بمد مياه نقيه، انشاء العلاقات الصحيه لحل هذه المشكله، واهتمام بالصرف الصحي يعني معالجه بدايه علاج او معالجه مياه الصرف الصحي الملوثه بالمبيدات الحشريه او الاسمنه. واخيرا ترتيب سكان النوبه بعد بناء السد العالي، حيث غمرت مياه بحيره ناصر كرة واراضي سكان النوبه. بدات الدوله تحل مشكله سكان النوبه، انها تواجه سكان النوبه مشكلتين، المشكله الاولى السكن، وحالتها الدوله وزاره الاسكان قامت بانشاء مناطق سكنيه زي تكريم، وادي عرب، ابو سمبل. وثانيا العمل، بدات وزاره الصناعه تنشا مناطق صناعيه لتشغيل الشباب. متعرف الخريطه التي امامنا اماكن القرى اللي تم انشائها لحل مشكله سكان النوبه. ابو سمبل وادي عرب عندنا من اهم المناطق التي بنيت لحل مشكله سكان النوبه. لو نفصل الدرس اليوم اتكلمنا عن توزيع السكان، اتكلمنا عن اختصاص السكان، تعرفنا على بعض الاختصاص الاجتماعيه او الاقتصاديه والتعليميه، وتعرفنا عن المشكلات السكانيه وكيف وجود الدولة لحل هذه المشكلة. بعض الأسئلة اللي وردت عن الدرس، أولاً س1 ضع علامة صح أو غلط. بعد الدلتا من مناطق التركز السكاني، أولاً صحيح، لأن الدلتا بقى عدد كبير من المحافظات، فيها سكان كتير، ولكن نتيجة تركز السكان في الدلتا أدى إلى قلة مساحة الدلتا. ومعدل الزيادة السكانية الطبيعية في المناطق الحضرية أعلى من معدلها في المناطق الريفية، فالعبارة خاطئة. معدل الزيادة السكانية في المناطق الريفية أعلى من معدلها في المناطق الحضرية. ليه؟ لأن نسبة الريف 41 بينما نسبة الحضر 31. سنة 2 من النتائج المترتبة على الهجرة من الريف للمدن أو الهجرة الداخلية. عادة الهجرة الداخلية هي أولاً تناقص نسبة العاملين والنشاط الزراعي. ثانياً زادت عدد كبيرة من عدد السكان المدن بسبب الهجرة. ثالثا ظهور العشوائيات، واخيرا ارتفاع نسبة الصخور في المدن. كده نكون انتهينا من موضوع درس اليوم، اتمنى لكم النجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.